الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، خمس فواسق، نقول الفسق معناه خروج الشيء عن أصله، خروج الشيء عن أصله، كالفاسق الذي يرتكب الذنوب والآثام فإنه خرج عن حد إيش؟ الدين. وكقولهم فسقت النواة، فسقت النواة يعني خرجت عن معدنها، أي خرجت عن التمرة. فأصل الفسق لغة هو الخروج عن حد الاعتدال. فوصفت هذه الخمس بأنها فاسقة لأنها خرجت عن حد سائر الدواب في شدة ضررها وأذاها، فهي أعظم الحيوانات إيذاء وأكثر الدواب ضررا، فلخروجها عن حد الاعتدال في فسقها وشدة ضررها وأذاها وصفها الشارع بأنها فاسقة.